التسوق عبر الإنترنت انتشر بشكل كبير وأصبح فكرة عادية عند كتار، وليتميز تطبيق من هيدا النوع لازم يميز حاله بخصائص فريدة من نوعها. الجروسر تطبيق بينقل تفاصيل كل سوبر ماركت قريبة منا ليوفر علينا عذاب البحث والوقت الضايع. خبرنا شوي أكثر عن حالك. نادر أميري، عمري 33 سنة، متخرج بكالوريوس أعمال من جامعة أمريكية بدبي. عايش أكثر حياتي بدبي، يعني بعد سنة ونص بيصير لي 30 سنة بالإمارات. تجربتي المهنية مع شركات استهلاكية هي مثل شركة يونيليفر، كرافت فودز، كوكاكولا. نادر، إذا بدنا نحكي عن الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة، شو هي؟ كان فكرة أساسية إنه تكون شيء يبسط الحياة، فمن كتر ما معجوقين بالشغل وواحد بده تريلاكس، يعني بالوقت اللي عنده فراغ يشوف اصحابه، يشوف العائله، يشوف كذا، فطلعنا بفكره الجروسر من هاي المبدا. يعني عاده اذا بدنا نزيد دليفري على اصحاب السوبر ماركت مفروض ينزيد عدد فريق التوزيع اللي هو الدليفري، فكيف رح يفيدهم هيدا التطبيق؟ انه هن رح يصير عندهم مصروف اكثر لفريق التوزيع كرمال يقدروا يستعملوا الابلكيشن. وهيدا الشيء مزبوط، بس هو كتكلفه اساسيه، التكلفه الاساسيه لاي محل هو تكلفه المحل بحد ذاته، يعني اجار المحل، المنتجات اللي حيشتريها، الموظفين، السيستمز وكل شيء. هي تكلفه الدليفري تكلفه جزئيه حتزيد على المحل حتى يكون في يعطي السيرفيس المزبوط لزباينه. وهالايام صاير اذا ما عندك هاي السيرفيس، يعني هدول الخدمات، كانك انت منك موجود. يعني في انه والله هاي التكلفه الاكسترا الاضافيه اللي حتجي على المحل نحن بنساعده يجيب زباين جدد، يزيد مبيعاته. نادر، عم بتفكروا شيء توسعوا الفكره لتشمل غير السوبر ماركت كمان، مثلا الصيدليات؟ خلينا نقول الصيدليات عندها تعقيدات، فمش مفكرين كثير على الصيدليات، بس في اشياء مثل هن اختصاصيه، مثل فيك تقولي ملحمات او مخابز، عم نفكر كمان كيف فينا نتعاون معهم. خلينا نحكي عنك وعن التحديات اللي قطعت فيها خلال طول هيدا الفترة، فترة إنشاء الجروسر. هي تحديين أساسيين، واحدة هي إنه واحد يكون عنده الفريق الصح معه. شغل الستارت اب مش شغل كشركة عادية، فلازم يكون الحماس دائما موجود، لازم يكون دائما أفكار جديدة، ولازم كل واحد بالتيم يكون عنده خبرة خاصة نساعد فيها بعض. فهي كان تحدي إنه نبني الفريق الصح حتى فيه يعطي أحسن سيرفيس للزباين. التحدي الثاني هو دائما كستارت اب هي مخاطره، فانه نلاقي المستثمرين اللي عم بيشوفوا الاوبورتونيتي البوتنشال القوي على الفكره ويستثمروا معنا حتى نكبر الفكره وتصير شيء كبير ان شاء الله. خلينا نفسر اكثر كيف بيشتغل التطبيق. فالتطبيق كثير سهل، هو الجروسر، فوت على التطبيق، اكبس هون لحتى نشوف المحلات القريبه، ما في داعي للريجستريشن، حط العنوان الموجودين فيه، اسم البناية مثلاً، أو في واحد يحط اسم المنطقة، أو هو بيعمل لي ديتكشن شيء للمكان اللي أنا فيه أوتوماتيكلي دايركتلي. أوكي، بيطلع لك هيدا one of our partner stores لحتى يعمل لك الدليفري. بتختاري اللي أنت بدك إياه، في كاتيجوريز دايماً مختلفة، beverages، fruits and vegetables، كل هدول معظم الأغراض اللي بيطلبوها العالم دليفري. بالضبط، فبنزيدهم سهولة على الباسكت، بفرجيكي شو اللي أكتر شيء الناس عم بيعملوا سيرتش. والمي مثلاً طالك أكتر الأصناف اللي عم تنشرها، تفوت تشوف الباسكت، أوكي هيدا اللي أنا بدي. فيني زيد العدد اللي بدي، فيني زيد العدد، فيني نقصه، فيني يرجع أشوف حليب مثلاً، أوكي حطهم تشيك اوت. هون بصير اوكي خلاص بدي اشتري، فبنعمل ريجستريشن. وقلت لي كمان المينيمم سبنت هو حسب كل بتحدد السوبر ماركت اللي رح اطلبه هون منه. بالاول تفاصيل تبع المحل، اوكي مينيمم 30 درهم، من اي ساعه لاي ساعه، شو السيرفيس فيه، شو طريقه الدفع. حلو، وانا اللي بيناسبني اكثر وقريب مني. بالضبط، بطلب العنوان، حط مثلا هوم، شو رقم الموبايل، apartment، هيدي البناية اوريدي كنا حاطينا، اي طابق، اي apartment number، شو الشارع مثلا، مارينا، كل التفاصيل المطلوبة ليقدروا يوصلوا. بالضبط، هون بيعطيكي final summary، payment method cash on delivery ولا credit card on delivery، طلب لهلا ولا لبعدين، فيك تحطي لبعدين. اذا في promotion، مرات نعمل promotion بحطوا البروموشن كود، خصومات عندنا على المناسبات وكذا. اذا في نوت والله مثلا change 400 درهم مثلا،
حلو. وبنطلب من بعدها بيصير في تواصل مع الدليفري جاي ام هن بيتواصلوا معي انا؟ اذا في اي شيء بيتواصلوا، اذا في مثلا غرض مش موجود خلينا نقول من على الابلكيشن بيجيكي. حلو. بقول لك مثلا حليب المراعي مش موجود، طلبي حليب لك نور مثلا. اوكي. يا بكنسل يا بقول لك exactly. بدي هيدا الثاني. وبيعملوا لك البروسيسنج، بيختاروه. احنا عاملين لهم تريننج للموجودين هنيك انه يختاروا الغرض، خاصه الفواكه الخضروات الاشياء المضبوطه. اوكي. بيختاروهم يوصلك خلال ساعة عادة. حلو. وفي حال أنا حطيت كونفيرم ما بقدر أرجع أغير بالأوردر، خلاص هيدا ذا لاست، ما في أرجع أغير فيه، أقول لهم أنا بدلت شي بشي. في فيك تفوتي إنه كونتاكت أس لايف شات، تقولي للتيم تبعنا والله بدلوا لي كذا ولا غيروا لي كذا، في عندنا كاستمر سبورت تيم تواصل بسهولة. وين بتشوف الجروسر بعد سنة، بعد خمس سنين، بعد عشر سنين من اليوم؟ احنا بدنا نتوسع، بدنا نكون اللاعب الاساسي انه بالمنطقه بالشرق الاوسط وشمال افريقيا اكيد. ومع تطور التكنولوجي يعني اكيد بدنا نواصل ونكون يعني الثلاجات الذكيه عم تجي، يكون الجروسر جزء منها. يعني حتى مش انت لازم تحطي شوبينج ليست، بتصير الثلاجه مع الجروسر بتخبرك شو الشوبينج ليست تبعك. فكره ذكيه، يعني بدكم الناس يوصلوا يقولوا نحن ما فينا نعيش بلا الجروسر. اكزاكتلي. نادر، اذا بدك توصف نجاحك شو فيك تقول؟ عدنا الحمد لله صار فريق قوي، صار عدنا شركاء مثل اسواق وجمعيه تعاونيه كثير قوايا، وقدرنا نثبت لحالهم ونثبت لنا كمان انه هاي فكره ناجحه، في استثمار وراها، في توسع وراها، وبدنا نكبرها أكثر وأكثر. إذا بدك توجه نصيحة للأشخاص اللي عندهم كمان أفكار وحابين يبلشوا مؤسستهم الخاصة أو شغلهم الخاص، شو بتقلهم؟ أول شيء لازم تكون فكرة واضحة ببال الشخص، كيف فينا نبلشها صغيرة نجربها قبل ما نروح نجيب استثمار ونكبرها. ثاني شيء مثل أي شيء مهم بالحياة لازم في مخاطرة، بس مخاطرة محسوبة لحتى يوصل لنتيجة. إن شاء الله بتقدم دايم، وشكراً لك نادر. شكراً. الاستفادة من وقتنا بشكل مناسب صارت متاحة للجميع، والتواصل المباشر ما عاد ضرورة للتسوق. الجروسر تطبيق هدفه التواصل مع الأماكن يلي بتأمننا تبضع الذكي بأقل وقت ممكن.